يو اي بي بوف بوف بوف. Excuse me, please. Yeah. إن شاء الله بالدولار هو ده. Thank you, thank you. استأذنك يا فندم ممكن كوزين؟ مس أدهم. مس أدهم إيه؟ مش كفاية الناس فاهمة إن أنت بتشوي درة، ومن ساعة ما جيتي مفيش غير الغلبانة اللي أنت قاعدة بتلعبيها أفلام، إيه اللي أنت بتعمليه ده؟ ما تجننيش. الله اعملي أي جو شعوذة، جو شعوذة، يعني عفركوش ابن بردقوش. بص بص. هكونة مطاطة، أي حاجة بس هاتي زباين. أهو. أيوة كده إديني جو كده هكا هوكا هيكا أي حاجة. هات إيدك. تعملي بإيدي؟ هات ايدك، انا مش هخطبك، هات ايدك. هتري لي الكف؟ هقرا لك النصيب. طيب بص، انا اول مره بصراحه اعمل الموضوع ده. اتفضلي. بسم الله الرحمن الرحيم. غير طب خليها كده والله عشان بغير بجد. اتفضلي بقى معلش ارفعها. اهو انت هتنامي ولا ايه؟ شش. حاضر. خط العمر طويل، ربنا يطول عمري وعمرك. قولي امين. امين يعني هتبقى كركوب بس كيوت. بس خط الحب قصير. ده بقى شيء اللي مجنني وخايف منه. بتحبها وهي مش حاسه بيك. عرفت منين الكلام ده كله؟ ده انت ولا سرير اللي ماسكه جي بي اس؟ لسه. ايه؟ ايه؟ جربت تستوي بين يديك. بجد؟ هتجيك على رجليها. انت عرفت الكلام ده كله من هنا؟ قول امين. امين؟ هتفضل وراها لغايه ما تتجوزها. امتى؟ تسوي هيك؟ لا انا كده بقف ميكروباص. شش. حاضر اهو. واحد اثنين ثلاثة دقت الساعة بالليل. انت كده بتنايميني يا امي. شش. حاضر خلصنا. بعد خمس نقاط. بجد؟ يعني خمس ايام؟ خمس ايام، خمس اسابيع، خمس شهور، خمس سنين، ما بعرف. لا وز ايدك ركزي. ركزي كويس بس. خلاص خلاص شيل. ايه؟ امك ده عيالك وحتنولي اللي في بالك. ده انت تكتبي اغاني يا ست البنات. بص عشان تبقى عارفه بقى. بص بقى علشان تبقى عارف. ايوه فريده خلاص رجعالك اوان. اللهم صل على النبي. خدي بقى دولت خلاص. الله يبارك لك ويصلح لك حالك وحالي، وان شاء الله اول واحده مدعوه في الفرح واشيل عيالك. انا عاجبك قوي في بقلات التكاتك يعني. 300 جنيه هذا مرتبي كله. بقول لك ليه؟ مس فارس فين؟ مستر فارس. مستر فارس بس انت عرفت منين مستر فارس؟ عرفه عرفه يعني. هتلاقيه كده بص واحد ماشي هيبه شكله زي القمر بيبرق كده. هذا ده ايه؟ وجه؟ ايه ده؟ إيه؟ مستر فارس. يا ادهم ازاي؟ انت بتعمل ايه؟ بتشوي دوره؟ انت عارف انا ما اكلتش دوره من امتى؟ من الاعداديه. ايه؟ اشمل الكوزين والنبي. لا كوزين ايه؟ لا لا سوري ما شفتي بطحاني. حبيبي دي عرفها يا فندم عرفها. اقعد معايا كده يمكن نعرف الدنيا هتمشي ازاي. لا ده ما صدقش في الحاجات دي يا عم. جرب جرب احنا عايزين نورس ونخلص. واحد بس واحد. اجلس. اتفضل سيبكم على بعض يا فندم. اتفضل 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 يا فندم. اقعد بقى. بسم الله الرحمن الرحيم. هات ايدك. ليه؟ عشان اخطبك. يا ريت. هات يدك يا اخوانا. يا اخوانا حد يفتح لي، انا سن كبير ومش بتاع الحركات دي. الله انا عمال اخبط من الصبح والكل منفض لي، ولا عشان الاونر بتاعكم هو اللي حابسني؟ تمام كده حلو قوي. ماشي ماشي يا رجاله. ايه ده؟ عرفها في الاوتيل؟ الله كمان غجريه وبتقرا كف الفارس. ده بيحصل وانا محجوز هنا. حاضر يا فارس ورسول الله. يا جماعه عيب، انا عايز اخش الحمام. اعطيني يدك. عندك مشكله كبيره وكل ما مرق الوقت تزداد خطوره. فعلا محتار بين قلبك وعقلك. ايش تختار؟ فلوسك ولا مشاعرك؟ الله الله. لا ده انت جامده قوي بجد. بقالك كتير تدور على اللي تحل لك عقدتك وهي قدام بس انت مش شايفها. لا والله العظيم شايفه كويس. انت؟ انا بقدر الجمال قوي. وتقدر تشتريها وتفرح بيها
اشتريها؟ اشتريها بايه؟ اللي قلبك يقول لك عليه. اول حرف من اسمها فاء، واخر حرف من اسمها التاء المربوط. فاء تاء مربوط، فاء تاء فتاء فتاء. هجي لي فتاء؟ لا، اول حرف فاء واخر حرف تاء مربوطه. حتضل بحبك مربوطه. لا، في حاجه مش مظبوطه. لا انا ما مش فاهم، اشتريها ازاي يعني؟ اقول لك، تشتري حب وتفضل تخدم تحت رجليك. لا استني بقى، والله رزقك واسع. اللي اهم من فلوسك انه تسمع كلام عشان تعيش في ثبات ونبات وتخلف صبيان وبنات. بصي انا يعني بقالي سنين بسمع الجمله دي وطول عمري ما فهمتهاش. انت عارفه يعني ايه ثبات ونبات؟ لا. خلاص اشولنا ربع كفته. مس فارس عادي. ياه، بسم الله ما شاء الله، نايم نومه كانك نايم في البريزيدنشال سويت بتاعنا. زي النوم اللي باذن الله هتنامها في السجن بسبب تيولك. طب يلا يلا قوم نام في اوضتك. ايه؟ افراج خلاص؟ خلاص، بس حسك عينك تجيب لي سيره صبره دي وفيلم باب الحديد اللي كنت عامله لي ده. لا لا خلاص، ما دام صبره مش عاجباك انا شفت لك عروسه ثانيه. مين دي بقى ان شاء الله؟ اللي كنت مديها ايديك ومسلمها نفسك يا دون جوان. زينه؟ هي اسمها زينه؟ يبقى زينه 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 العرسان. انت ايه يا جدع انت؟ عاوز تجوزني عرافه وكمان غجريه؟ ومالها العرافه؟ دي زي فلقه القمر وهتخليك تورث، غير انها هتسليك بقى، تقرا لك الكف، تضرب لك الودع، تضربك بفظة في دماغك تخلصت منك. انت عارف الحب يحب الاكشن. يظهر بقى ان انا اللي هعمل لك اكشن واحبسك في الاوضه دي شهرين. اقول لك ايه يا فارس، ما تطيرهاش زي العرايس اللي قبل كده، خلصنا بقى. خلاب ايه؟ انت جعان صح؟ عرفت ازاي؟ انا هفتان. حسيت بيك. تيجي نتعشى؟ نضرب بانيه. ماشي، هجيب لك لحمه وكبده وفراخ. لا لا لا، لحمه وبتاع، هتاخد اكلك في ترابيزه ثانيه. انا بانيه، صينيه بانيه، نضرب بانيه. على شغل. اسف استاذ، اسف. اكسكيوزي موا مادموزيل، ممكن تقري لي الكف وتوريني العروسه اللي هتجوزها؟ تبغاني اقرا لك الكف ولا ادخل لك النت؟ افوت الفيسبوك ده ولا الانستجرام ولا السوشيال ميديا بتاعتكم؟ ممكن تقري لي الكف وتوريني العروسه اللي انا هتجوزها؟ هويني. الو،
لحظه لحظه، حلو كده ولا انا بهوي على نفسي ولا ايه؟ بقول لك هويني هويني، انجلع يعني انجلع. استغفر الله العظيم، ايه اللي حضرتك بتقوليه ده؟ عيب. امشي. انجلع ايه دي؟ تي الو. ايوه يا ست فريده. شفت استاذ فارس وقريت له الفنجان. اسمعي يا بت، الراجل ده بيحبك. لا انا عارفه، انا زينه، اعرف كل حاجه. وقريبا قوي راح يتجوزك. وقولي زينه قالت. باي. نصيبك. طب ايه رايك بقى هتسجن بالعند فيك؟ يلا سلام بقى غلاب. صباح الخير. صباح النور. قاعد لوحدك كده سرحان، مأمور الضرايب منه هربان. هتغنيها لي كمان؟ انتش عرفك بقى. وشوشت الودع وقال لي حكايتك يا جدع. النبي ايه؟ وقال لك ايه بقى الودع؟ قال لازم تتجوز فريدة عشان تعيش سعيد وسعيدة. اشمعنى بقى فريدة؟ شوف الودع اللي بيقول البنت بتحبك وقلبها مليان حب وحنان. اللي انت مين بقى يا زينة؟ وايه اللي حدفك علينا؟ قادر تحفظ السر في بير مهما كان خطير. انا من الغجر وهربانة من نزير. وتنفع امير؟ مين نزير ده؟ ابن عمي المشراني الكبير، عايز يتجوزني بقاله سنين واهل القبيله موافقين. وانت بقى هتقولي لي قلبك وعقلك مش موافقين، صح؟ مش عايزه تتجوزي ليه؟ انا ما بحب اتجوز غصب، يعني اذا بدي اتجوز بتجوز عن حب. يعني انت قلبك مشغول بقى بحد تاني. انا مشغوله بالرقص. رقص؟ البنت الغجريه يا تطلع رقاصه يا حراميه. لا خليكي في الرقص، الرقص حلو. طب انت لو لقيتي حد غير ابن عمك ده ممكن تتجوزيه؟ مين يقبل بيا وانا هيك؟ هيك ايه؟ ده انت قمر. انا زينة. انت؟ تقبلي تتجوزيني؟ بس تعرف ترقصي؟ ارقص الزين الزين. عين العين. اتفضلي يا انسه فريده. حساب الاكل 120 والتبس 10. تبس ايه؟ مطعم؟ لا التبس بتاعنا. ايوه كده. ربنا يخليكي لينا يا رب. اخيرا. اتفضل. 120. ما اسمعش صوتك. والله انا قلبي كان حاسس. طب ما تخليهم معاكي عشان لو محتاجاهم في اي حاجه ليكي. انت هتبقشش عليا؟ يلا خد بعضك وامشي. والله حرام عليك اللي بتعمليه فيا ده. انا زهقت. انا سمعت ان انتي عزماني على الغدا، الكلام ده بجد؟ بجد. طيب يعني حلو قوي، اتفضل. بسم الله. بس ممكن اعرف يعني ايه سبب الرشه الجريئه دي؟ اصل انا فرحانه، حبيت ان احنا هنحتفل مع بعض وانا في المود الجميل ده. انت عارفه وانا كمان لما اكون فرحان ابقى نفسي اكون معاكي. تمام، بس حاول ما تخلصش الاكل كله يعني. حاضر. قولي لي بقى ايه اللي مفرحك؟ زينه العرفة. مالها؟ قالت لي ان انا هتجوز بعد 5 نقط. نقط ايه؟ مش عارفه، بس المهم ان انا هتجوزه خلاص. اللهم صلي اللهم صلي على النبي. ايوه بقى. ما قلتليش هتجوزي مين؟ طبعا قالت لي. ما انا فرحانه قوي كده ليه؟ اسمه ايه؟ اسمه ايه؟ فارس. الله اكبر. مويه. لا مويه فين؟ مويه مش انا، مش عندي انا. ليه بحق اله النبي 5 نقط بتقف بسرعه؟ انا؟ لا زين العرافه. زين العرافه. بحث. زين العرافه. انا مش فاهم انا وجايباني فرحانه بس مش عايزه اكل حاجه. حلوه والله. اسكتي. الحقيقه زينة انا محتاجه اتجوز خلال يومين بالكتير. يومين؟ ليش؟ مين جاري وراك؟ بيجري ورايا. ظروف. ظروف. ظروف ايش؟ ظروف يا زينة. مش انت كان عندك ظروف حكيتي لي؟ وبعدين كل واحد حر في ظروفه بقى. ايه مالك؟ ساكته ليه؟ الغجريه ما ينفع تتجوز غير غجري. ايه مالي؟ تقدر تتغجر؟ اتغندر؟ تتغجر تتغجر ايش تتغندر؟ ابقى غجري يعني؟ معقوله يا زينة؟ معقوله يرضيك انا بعد السن ده اتغجر؟ طب اقول لهم ايه في الاوتيل هنا؟
خلاص دور لك على عروسة تانية. استني بس استني. ما تيجي نتجوز من وراهم. بدك ياني اتجوز من ورا قبيلتي؟ تعرف البنت اللي تتجوز من ورا اهلها ايش بيعملوا فيها؟ بيعملوا فيها ايه؟ بيدقوا مسامير بيدينها وبكعوبها 30 يوم. 30 يوم؟ هم العريس بقى بيعملوا فيه ايه؟ اذا كان من القبيله يوكلوا هذه المسامير. ياكلوا المسامير؟ الحمد لله انا مش من القبيله. ولو كان من برا القبيله يقطعوه 30 قطعه ويزتوها للكلاب. انتوا الجواز عندكم صعب قوي. طب وبعدين مفيش حل؟ الا لو. الا لو ايه؟ شردنا انا وانت مكان ما حد يعرف فيه. طب اسمعي بقى يا زينه، تعالي نكتب الكتاب ونتجوز وبعد كده نشرط في اي حته، الدبان الازرق ما عرفناش طريق، وتوريني رقصك بقى. زين، انت تعرف كاساندرا؟ اه طبعا اعرف. انا وكاساندرا هيك. يا نهار ابيض. ترقص نفس الرقص. اوبا، احنا هنرقص رقص. تفضلي. تفضلي. الله 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 الله. هي دي بقى الاوضه بتاعتك يا انسه زينه. شكرا يا عم سعيد، والله يجعل عمرك مديد. هو النبي بلاش شكرا الصايمه دي، لحسن معقداني في عيشتي. انت اللي معقد نفسك لانك تريد تاخد اكتر من حقك. كده؟ ماشي. لا قولي لي، هو انت صحيح بقيتي جست هنا ولا لسه شغاله معانا؟ جست؟ ايش يعني جست؟ وانا مش شغاله، انا عرافه. هي يا ستي زينه نقصد انت بقيتي زبونه هنا في الاوتيل ولا لسه عرافه؟ اه الاثنين مع بعض. مش فاهم. مش ضروري تفهم. عندك حق. اللي زي المفروض ياخد التبس بتاعه وهو ساكت. ان شاء الله اللي اعطيك اياه ما ينسرق منك مثل زمان. ايه ده؟ هو انت عرفتي الموضوع ده كمان ولا ايه؟ كان انا عرافه مضروبه، استنى يا واد ادور عليه وين نحطها. لا لا سمح الله، مين اللي قال كده؟ تفضل. انا اول مره اشوف دبس بالشكل ده. ده مش دبس، ده حجاب اهم من الدبس تبعك. وده اعمل بيه ايه؟ هذا تحطه في جيبك طول ما انت شغال، حتشوف الدبس والفلوس تجيك يمين وشمال وفوق وتحت. كتر خيرك. خير الله واجد. ايش يا واد؟ هتصاحبني؟ عايزاني اعمل ايه يعني؟ انقلع. حاضر هنقلع. ميرسي على الحجاب. بصوا يا جماعه، انا عايز الجوازه دي تبقى سريه، يعني في طي الكتمان، محدش يعرف عن الجوازه دي حاجه غير احنا الثلاثه والعروسه بس. انا معاك طبعا. ايوه بس ليه الجوازه تبقى سريه؟ وبعدين سريه ازاي؟ ايه ده؟ واحنا قاعدين في حديقه عامه اصلا. يا نهار اسود. ايه ده؟ دي سريه؟ انت مالك يا ابني، ما تفهمش ولا ايه؟ اه مستر فارس، لحد امتى؟ لحد ما نهرب. لا انا مش عايز اهرب من هنا، انا بحب المكان هنا جدا، مش عايز اهرب. جبته ليه؟ جبته ليه يا فارس؟ والله ده مجنون يا ابني. انت هتهرب تعمل ايه؟ انا ههرب انا والعروسه، انت تيجي معانا تعمل ايه؟ مش فاهم. ايوه معلش معلش، خدني على قد عقلي، انا عايز اعرف ليه الجوازه دي هتبقى سريه. رد عليا غلاب. لا لا ده غبي. انت غبي؟ انا غبي والله غبي. بقول لك يا فارس، هي ليه سريه بالظبط؟ لا خلاص فهمت فهمت، بصة بتاعتك فاهمين. انت خايف من النق والنبر، احنا كل مرة نقول يا امجد في جوازة هوب تطير مننا الجوازة، عشان كده هو عايز السرية. فهمت؟ فهمت؟ والله العظيم معاك حق يا مستر غلاب، صح صح، الجوازة دي منصورة. ما ايه؟ منطورة. أمورة. ده مش عارف يتكلم يعني. لا طب ولا كلام. منظورة منظورة، الجوازة دي منظورة. اه كده حلو؟ الحمد لله. كده حلو؟ الحمد لله. بس قولي بقى فين العروسة؟ يا عروسة! يخرب بيتك في... انت جبته ليه بس؟ جبته ليه يا فارس؟ العروسة لسه بتشاور عقلها. ادعولي بقى ما ترجعش في كلامها. لا يا فارس لا لا لا، انت هتجنن انت كمان ولا ايه؟ انت هتعمل زيي ولا ايه؟ يا راجل حرام عليك، واحدة هتتجوز واحد هيورث 30 مليون اهية، هترجع في كلامها؟ ما تجننيش بقى. ما مستر غلاب معلش، هو ال 30 مليون اهية
يطلعوا كام بالمصري؟ لا لا هو مشي خلاص خلاص استنى 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 بس والله العظيم ش ش ش انا ما قلتلهاش اصلا ليه؟ ليه يا فارس؟ ما تقول لها يا اخي وانا لما اقول لها هتقول لي بقى عايزه شبكه قد كده مهر قد كده ولسه المؤخر ولسه شغلانه بقى مؤخر كمان ش سريا الله يقطعك ويقطع ايامك السودا سريا تعبتنا سريا خد ادي فريده نتيجتها هو انت حللت لها دم عندها ايه عندها ايه يا زكي دي قرايه الفنجان ما شاء الله انت بتعملي زي المعامل بتطلعي النتيجه في نفس اليوم وقريبا رح نزل على النت قدامها سكه سفر ايوه يا زكي ما انا بسمعها اهو شوف ايش هذا بحر وايش هذا مركب ايش هذا يا زكي ايه مش عارف مرسى يعني ممكن تسافر كده مرسى علم أو مرسى مطروح بس بعيدة قوي مرسى مطروح دي هذا حظها ما يتغير بس انتي قلت لها ان هي هتتجوز فارس بعد 5 نقط يعني 5 ايام اللي هتقعدهم في مرسى مطروح طب لو سألتني بقى السفر ده لازمته ايه هقول لها ايه قول لها يمكن اذا سافرتي توحشيه لفارس ويبغى يتجوز بيكي طب والله فكرة حلوة طب وانتي بقى هتعملي ايه في ال5 ايام دول هفضل اقرا له الكف والفنجان لغاية ما يقتنع بفريدة خلاص ماشي انا راح اقول لها تقدم على اجازه 5 ايام برافو بعد اذنك يلا اذنك معك الحمد لله وهي خلصنا من فريده لا طمنيني ما انت مش بتشوفي اشاعه ها اصبر علي اصبر علي هذه اول مره في حياتي أقرأ زبادي خلاط معلش أنا والله العظيم زي ما قلت لك ماليش في القهوة وبعدين على فكرة الزبادي خلاط بيبقى فيه خطوط زي القهوة بالظبط ويمكن أكتر كمان أيوه ما يحتاج نقلب الكباية زي ما نقلب الفنجان شفتي؟ طمنيني بقى هتجوز فريدة ولا لأ؟ بعد 5 نقط أنا زهقت من النقط يعني 5 نقط دول 5 سنين ولا 5 أيام؟ 5 أيام في مرسى مطروح الله بس ليه يعني مطروح؟ أنت ما تعرف إنه هي رايحة هناك؟ لا قالت لي إن هي مسافرة وبس، بس ما قالتليش فين هتروح. اسمع، هتروح تلاقيك هناك في مطروح. أيوه. وقتها هتقول ربنا بعتك ليها. يا سيدي. والباقي عليك يا حبيب والدك. فينك من زمان يا زينة؟ يا وردة جوه جنينة. إن شاء الله ترجعوا متزوجين من هناك. حامل أسبوع. نخش على أي كمين، قولوا لي دي مين؟ أقول له دي المدام يا حضرة الأمين. بس يا خوفي. ايش؟ يا خوفي يلاقي نفسي ان انا بحفره غارس ويبوظ عليا الجوازه مستر فارس لا اطمن من ناحيه مستر فارس يمكن ترجع تلاقيه هو بعد متجوز اللي رايدها وتريده حق ما حصل يجي الحلاوه وحدها لك من العلاوه يا سلام المهم المره الجاي تشرب زبادي من غير فواكه لانه تشوش على السنجل بلاش السنجل دي عشان ما اتعقد منها اسمها سيجنال خلاص بس انا بعد كده هشربه ساده ويا رب يبقى بافاده ايه ده مين هذا هذا عمي برهام شيخ القبيله اسمع سال عني انت ما بتعرفني ولا تدله على طريقي ايه ده؟ مين هذا؟ هذا عمي برهام شيخ القبيلة اسمع تسأل عني انت ما بتعرفني ولا تدله على طريقي أصبحت. السلام عليكم يا أخ العرب وعليكم السلام يا شيخ العرب ما شفت بنية هنايا من الغجر؟ لا يا فندم حضرتك احنا هنا فندق عندنا غرفة سنجل إقامة هاف بورد إنما بنية واسمها زينة لا ما شفتهاش
وش عرفك ان اسمها زينة؟ لا 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 ما اعرفش حضرتك ان اسمها زينة، حضرتك انت قلت، ايوه انت اللي قلت اسمها زينة، حتى بالاماره قلت لي لابسه ملون. اه لما انت قلت لي ان هي شعرها بني كيرلي. ايش كيرلي؟ ما انا سالتك قلت لك ايش كيرلي؟ قلت لي ملولو. ايوه ايوه ويفي. ايوه يا فندم اديك انت اللي قلت اهو. ثم يا فندم احنا هنفضل نسال على حاجه وندور عليها؟ المفروض ندور بنفسينا ولا هنفضل كتع كسح كسل بنكسل حتى ندور على حاجتنا؟ حضرتك عايز تتوضى؟ وين زينة؟ عدوي 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 ايه ده؟ وطي صوتك. انت اشتغلت مكان عدوي ولا ايه؟ لا انا هربانه من الشيخ برهان، اصل وصل لغايه هان. شيخ برهان مين؟ شيخ برهان شيخ القبيله اللي عايز يجوزني من ابن عمي نزير. ايه ده؟ نزير الخطير؟ ايوه. ابو شنب كبير؟ ايوه. اللي بياكل الضبابير؟ ايوه. والشيخ برهام اشر منه، قاتل لحد دلوقتي 11 واحد، ويستنى واحد ليكمل فيه الدسته. يعني هيبقى 12؟ لا لا انا بتشائم من الرقم ده جدا، انه بيجي قبل 13 على طول. ولو يوم جمعه بقى تبقى ليله نحس. انفد برجليك احسن ما يشوفك ويقتلك. يقتلني؟ ويقتلني ليه يا اختي؟ انا عملت ايه؟ انا مالي؟ مش انت عايز تتجوزني؟ نعم. مين؟ جوز مين؟ فارس. انت رجعت في كلامك؟ فارس مين؟ لا 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 لا, لا, لا. انا بهزر معاكي. لا طبعا. وبعدين هو ايه اللي هيعرفه مكاننا يعني؟ بص شوف بدك تتجوزي من برا القبيله، اتشاهدي على روحك. الحقني يا فارس. مش فارس، انا اسمي عدوي. انا جاي اسلمك لو انت دي قال لي. لا عودة تسلمها لي، انا كمان مسافر. مسافر رايح فين؟ يعني بما اني شخص بحب المغامرات والبايك. اخلص. مرسى مطروح. طب ما انا مسافر مرسى مطروح انا كمان. يا سبحان الله، ده ايه الصدف العجيبه دي؟ يعني انت مسافره مرسى مطروح وانا مسافر مرسى مطروح. طيب خلاص يبقى نتقابل بقى في الحمامات هناك. ايه ده؟ حمامات ايه؟ عايز تدخل حمام؟ ايه القرف اللي انت في ايه يا بنتي؟ حمامات كليوباترا معروفه عجيبه، انت عمرك ما سافرت في حياتك؟ احنا هنسيب ازاي الاوتيل من غير ريسبشنست؟ لا انا ماليش فيه، انا عندي ظرف قهري وحجزت ويند سيرفنج. وانا كمان عندي ظرف قهري ولازم اسافر مرسى مطروح. ليه يعني؟ زينة قريت لي الفنجان وقالت لي ان انت لازم تروحي مرسى مطروح ضروري. يا سلام، ما انا زينة قريت لي الزبادي بالفواكه وقالت لازم اسافر مرسى مطروح ضروري. غريبه. غريبه. هي ليه قصدي احنا الاثنين نسافر مع بعض نفس الوقت؟ مش عرفني نفس المكان. مش عرفني حضرتك، يعني مش ممكن تكون يعني فنجانك مع مجي عمل وطريق ايه؟ انت بتركزي حاجات غريبه جدا يا شيخه. وسع اذنك. لا 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 خرب على عينيكي. غريبة. مساء الخير يا استاذة فريدة. مساء النور. أنا عاوز حضرتك في موضوع مهم قوي. نعم. أنا عندي مشكلة خطيرة. السبا بتاع الأوتيل قافل بقاله أسبوع، وأنا حياتي بلا سبا تتدمر. أنا جلدي بدأ يفقفق يا فندم. والنبي ده وقته. الفار بيلعب في هبي. إيه ده؟ أوعى تكوني بتفكري في اللي أنا بفكر فيه. أنا الفار بدأ يلعب في كل حتة عندي، ينتشر من ساعة ما شفت البنت الغريبة اللي اسمها زينة دي. تقصد إيه؟ أقصد إن البنت دي عندها خطة كبيرة قوي، داخلة الأوتيل تلعب على الكل مرة واحدة. والمصيبة الأكبر بقى إن ماستر فارس هيتجوزها. يتجوز مين؟ مالك؟ الغل ده فيه إيه؟ هيتجوز زينة وأنت ما تعرفيش؟ أنت هنكت يا دكتور؟ لا! لا يا أستاذة فريدة! مش عشان بقولك آلامي واحتياجاتي الشخصية تقومي تنزلي الحاجز اللي بيني وبينك، أروح أي سبا في أي أوتيل تاني. وبعدين على فكرة أنا بتكلم معاكي بجد بمنتهى المصداقية. أنا لسه مظبط مع المأذون الموضوع ده من كام ساعة كده. عايزيني يا ستي أشهد على الجوازة. بيتباركوا بوجودي. بس في حاجة غريبة قالها لي مستر فارس. قال لك إيه؟ قال لي في بنت شغالة هنا في الأوتيل. البنت دي غلاوية قوي، حقودة، صفرة، عارفة أنتِ قوقة، عاملة زي القوقة كده. هو خايف البنت دي تعرف موضوع الجوازة تقوم تتفشكل. أتجنن وأعرف مين البنت دي. فارس عريسي يا شيخ برهان. عريسك؟ إيش هذا اللي تقولينه؟ بدك تتجوزي من خارج القبيلة؟ والله نمصبرك في رجليك 30 يوم ونحرمك من الأكل والنوم. شيخ برهان أستأذنك بس يعني 5 دقايق أفهمك كل حاجة. ولا 5 ثواني. قول لي أنت من أنهي قبيلة؟ لا أنا من رحاب. رحاب يا زين الناس، أولاد عمومتنا
من وين من رحاب؟ لا 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 انا فين؟ شارع 90 داون تاون، وانت نازل شمال بقى. ايوه ايوه عند موقف الميكروباص. ايوه يعني ما انتاش من الغجر؟ لا انا من الحضر. ولو هنقطعك 30 حته ونرميك لكلاب السكه. يعني هي كلاب السكه دي جعانه مش عايزه غير لحم انا؟ اصبر اصبر يا شيخ برهان، فارس هيعطيني مهر 1,000,000 جنيه. فايه؟ ايوه مهري ايش؟ ومتاخري 1,000,000 جنيه بعد. انا؟ ايوه وحيجيب لي شبكه الماس اللي في خاطري. والله والله لو اعطاكي مهر 1,000,000,000 دولار ما زوجك من خارج القبيله. ايوه كده شيخ برهان عندك مبدا. شيخ برهان لك نص العموله. ها؟ الكلام ده حقيقي؟ والمبدا؟ قل له حقيقي احسن ما يقتلك من رقبتك ويمشي بقره جربانه فوق جثتك. يقتلني من ركبتي؟ رقبتك رقبتك. وايه حكايه البقره الجربانه دي؟ هذه من عادات قبيلتنا. عادات من قايله ب 60 ميله. يعني اموت وابقى جربان؟ بقى انت في 5 دقايق تدبسيني في 2,000,000 جنيه مهر وشبكه الماس. الحق علي الحق علي اللي انقذت حياتك، ولكن دلوقتي متقطع للكلاب. فلا الله ولا فالك. وعلى فكره بقى انا معيش فلوس لكل ده. عادي اكتب شيكات للشيخ برهان يبقى يصرفها لما تستلم ميراث جدك. ميراث ايه؟ ميراث جدي؟ انت مستعجل على الجواز مشان ما يضيع عليك الميراث. ومين بقى اللي قال لك على الكلام ده؟ غلاب ها؟ ان كنت ناسي افكرك. انت هتغني هاني؟ وانا قاعد مع هدى سلطان ولا ايه؟ ونسيت اني فتحت لك بالودع وشفت لك يدك. وكل ده عرفتيه بقى طبعا من الكف والودع صح؟ ابقى عرافه واعرف كل شيء. طب وعرفتي ايه كمان يا ست عرافه؟ بس نتجوز ابقى خبرك. لا لا بلاش حاجات ما نتجوز عشان يعني جسمي بيتكهرب. وبعدين انا بصراحه انا بخاف من حكايه الشيكات دي بخاف. مش خايف اضيع من يدك وتجي القبيله وتشرب من دمك؟ خايف. خايف من القبيله قوي. وخايف منك انت كمان. ليه كده يا جدي؟ ليه كده؟ جدك وين؟ الله يرحمه ويديله الصحه. 50 يقومين 120 140 يا نهار ابيض 150 انا مش مصدق نفسي 160 ودولارات كمان يا قليله بيضه يا الله ده حلم ولا علم؟ عدوي تعالى ثانيه واحده تعالى في ايه يا عم انت؟ اضربني بالقلم. ايه ده لا عيب ما ينفعش يا ابني انا اللي بطلب منك اضربني بالقلم عشان افوق. انت قد ابويا ما يصحش والله يا ابني اضربني اضربني اضربني. ايدك يا عدوي انت اتجننت ولا ايه؟ انت حته قهوجي قهوجي؟ انا اسف يا عدوي قصدي جرسون سي تاسي. معلش الظاهر الفلوس غيرتني. سي تامبوسيبل ايه كل الفلوس دي؟ سكنت جروب الماني يا عدوي. الماني؟ كوت النخت ديشتبو ديشتبو؟ يعني ادوني بقشيش عمري ما خدته في شغلانتي المهببه دي. يا مسهل الحال يا رب لا كده بقى كده يجوا المطعم وياكلوا ويشربوا. ايوه بينها فرجه عدوي وهنقب على وش الدنيا. عربيني ميرو اوزا سواغا ماتا ايلو في صبغا ايلو في صبغا دولا يا بركه ده الفابا والماما وبركه حجاب زينه. ايه ده؟ هي عملت لك حجاب؟ اديتولي بقشيش بس الظهر جاب مفعول جبار. سيكو زيما انا لازم اشوفها هي فين دلوقتي. عدوي اوعى تقول لها على اللي حصل دوت لحسن تنصص معايا. نو 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 انا بس هقول لها تعمل لي حجاب كده تغي فانتاستيك. دارم دارم. دولارات يا ناس اول مره بقشيش وشكلها اخر مره مش مصدق نفسي يا رب. يا اخي ما شفتش في حياتي زي برهان اللي هو شيخ الجميله ده. لا ما اسموش برهان اسمه برهان بالميم مش بالنون. بعدين مفيش حاجه اسمها شيخ الجميله شيخ القبيله او الجبيله. في الحالتين طماع وما عندوش مبدا والفلوس خليته يغير رايه 360 درجه. لا 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 انت تقصد 180 درجه 360 درجه دي ترجع في نفس المكان. يا عم هو انا جاي اخد درس نحو؟ يا عم هندسه مش نحو. انت بقول لك ايه سيبنا من برهام ده وخلينا في زينه. بصراحه انا خايف تطلع ماديه زيه. لا زينه دي قطعيه تانية غير كل الغجر اللي شفتهم في حياتي. هو انت شفت اي غجر غيرها؟ لا عمري.
طب ايه اللي خلاك تقول كده؟ الحركه بتاعت انها تهرب من ابن عمها عشان ما بتحبوش. هتصدق بقى الحركه دي خلتني اكبر في نظرها قوي. يا عم تكبر هي في نظرك في ايه؟ مش عارف بقى غلاب والله انا متلخبط قوي كده ليه. يمكن عشان حبيتها فجاه. انا احب غجريه تتجوزها جريدي ان شاء الله. يا عم دي طالبه 2 مليون جنيه مهر مؤخر، امال هتعمل معايا ايه في الشبكه؟ عم انت قلت انك هتمضي لهم شيكات. ايوه واغطي لهم الشيكات دي ازاي بقى؟ اتحبس؟ ما تعرفش تغطيهم ليه؟ ما انت هتتجوزها وهتورس كمان كام يوم وتدفع الشيكات. فكرك كده؟ انت اللي فكرك كده بس مكسوف. صدق بص بص وشك هجيب لك مدايه. يا عم هي قالت لي بعظمه لسانها الغجريه دي يا اما تبقى حراميه يا اما تبقى رقاصه. لا استبعد حراميه دي تماما، خليك في الرقاصه. صباح الفرفاشه يا ابو جعفر. والله عندك حق، اهو الواحد يتجوز رقاصه وتغني له طول الليل. رقاصه وتغني له طول الليل؟ انا مش هضرب معاك اكتر من كده، معلش انا اسف. السلام عليكم. يا عم انت اللي مش فاهم حاجه. ايوه يا نذير، لفيت على زينة الغردقة كلها ما لقيتها، هدور عليها في خط الصعيد، وانت دور عليها في خط بحري، اوعاك ترجع من غير عروستك، لا يسرسبوا الضفادع عليك وياكلوك من صوابع رجليك. ان شاء الله بس يرجع اكون اتجوزت فارس وخلفت منه بعد. المهم صاحبك يكتب الشيكات. يكتب غصب عنه. منورين يا جماعه والله منورين. بسم الله ما شاء الله. طب ما انتوا طلبتوا ليه طالما ما بتاكلوش؟ جزاك الله كل خير. انت مؤكد انه هذا على حساب مس فارس؟ مس فارس ايه ده؟ لا مسيو فارس. ايوه ايوه آه الفطار ده كله على حساب مسيو فارس. كله كله الفطار كله. فطور وفلوس جزاك الله كل خير. ايوه بس الفلوس دي يعني مني انا. شكرا يا هندي. ايه ده؟ لا انا مش هندي انا عدوي. بص انا شكلي بان هندي انما انا ماما اصلا فرنسويه انما انا مصري بس. يا ريتك طلعت شبه امك. والله ده انا خدت مني حاجه تيجي. خلاص يا اخوي هنقعد نحكي. ماشي خلاص. مادموزيل زينه قول سيكو زيمو. يعني انا في ناس كتير الحقيقه نصحتني بالحجاب. بس انا قلت ما ينفعش حاجه زي كده لازم تكون عن اقتناع. طبعا لحد ما شفت سعيد بالحجاب الله وشه منور كده والله شرح قلبي. فانا عايزك تعملي لي حجاب زي بتاع سعيد اللي لم بيه تبس ده. انت كمان عايز تبس؟ لا انا مش عايز تبس، انا عايز ابقى بدال الكابتن اللي هنا. وليش وطيت صوتك؟ عشان الكابتن ما يسمعنيش. انت عايز تترقى؟ ايوه انت صغير على الترقيه. الله انت اشمعنى هو يعني؟ طب ما هو كان صغير على الترقيه وترقى. ماشي انا فكيت اشوف. فينا بتعملي كده ليه؟ في ايه؟ ايوه يلا ايه. هاد هاد. لا 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 ايه ايه هاد هاد بعد ثلاث نقط. ثلاث يعني ثلاث ايام يعني مثلا؟ ممكن او ثلاث اسابيع ثلاث شهور الله اعلم. ايه ثلاث شهور؟ يا عدوي الحال يا عدوي. اوه كابتن. او يا سيدي بعد ثلاث ثواني. ميرسي ميرسي. لا عيب صح ايه ده؟ مجنون 100 جنيه. مبروك يا استاذ هتجوزني الليله دي. ايه اللي مبروك يا استاذ؟ هو انا اللي هتجوز؟ يا عم هتفك النحس اللي انت فيه. يا راجل اسكت، انا بسمع الكلام ده من وانا صغير. نفسي اشوفك عريس بقى. وانت هتحبطني كده ليه بقى؟ انت صح هتتجوز البنت الغجريه دي؟ عقبالك اما انت كمان تتجوزي واد غجري. ليه؟ انا اتبصيت في عقلي. قصدك ايه؟ لا قصدي ولا ما قصديش. انت مش معاك موبايل؟ خش على النت شوف البنات الغجر بيشتغلوا ايه. هيكونوا بيشتغلوا ايه يعني؟ عارف عارف. بيشتغلوا في السحر. بسم الله الرحمن الرحيم. ما تخافش يا استاذ، مفيش حاجة اسمها سحر. لا في سحر مش عوزة كمان. يا خفية الألطاف، نجينا مما نخاف. ما تخافش يا استاذ، بأمارة إيه بقى؟ شفتيها سحرت نملاية في الأوتيل؟ سحرت الجروب الألماني كله، خليته يدفع فلوس وتبس للواد سعيد البلمن. يا سلام. مش مصدقني؟ انزل في المطعم شوف كابتن حمادة سحرته هو كمان عشان عدو ياخد مكانه.
مش بعيد تسحر المأذون وتشل ايده قبل ما اتجوز. الخوف انك تغيثونا. عاجبك كده؟ اديك طفشت المأذون اللي حيلت. يا سلام، بعدين انا مش يا مولانا، يا مولانا. خطة مرسى مطروح فشلت. كشفتها الحرباية. وعرفت كمان ان انت قصدة توزعيها عشان خاطر تستفردي بفارس وتتجوزيه. اصبر علي بس، هعمل لها حتة دين حجاب ابعدها عنه واجيبها اخر الارض. لا، ما انا كده اللي هتمرمط حضرتك. اخر الارض ليه؟ انا عايز حجاب يقربني انا منها. ايش؟ ايه يا فندم، ما انا لما اتقرب منها واتجوزها انت بقى فارس يفضلك وتستفردي بيه وتتجوزيه. فكرة برضه. ايوه يا فندم، بس انا بعد اذنك عايز حجاب كده يعني فول اوبشن كده، اللي هو ايه، ضمان 5 سنين او 1500 خناقة، ايهما اقرب؟ كيف يعني؟ يعني ايوه زي اللي حضرتك عملتيه لعدوي سعيد، حاجة كده جامدة جدا، يعني تعمليه من هنا اتجوزها بعد ساعة. لا ساعة ايه؟ بعد 5 دقايق. ايدك. اهلا وسهلا يا فندم، ورانا والله. انا ما بسلم عليك، ايدك على حق الحجاب. حق الحجاب؟ يعني فلوس دنانير دنانير. دنانير ايه؟ احنا جايين بجمال يا استاذة، في ايه حضرتك؟ ثم يعني ادفع فلوس ليه؟ ما المصلحة واحدة. وإيش معنى عداوي دفع لي؟ عداوي دفع لك حضرتك من التبس اللي جاله. وأنت كمان أعطيني من التبس اللي قاله. مش فاهم. هقول لك، عداوي وسعيد بيخبوا فلوسهم وين؟ وأنت تقدر تجيبهم في غمضتك. أسرع يعني؟ وطي صوتك، فضحتنا. استعارة، استعارة. ليه؟ وإحنا في مكتب عامة؟ يا عيني عليك، والله أنت تقطع القلب. شوف 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 رجولك، شوف هدول رجول هدول، والله مسكي واقف بهذا المدعو اسمه الريسبشن. فندم ايه الريسبشن، على رجولك طول النهار. ايوه صح. ما يجيليش اي تبس يا فندم، هم بياخدوا كل التبس وانا اللي شايل الاوتيل كله، وهم اساسا قطع كسح كسل بيكسلوا حتى يعملوا اي حاجه في الاوتيل. بس انا عندي سؤال، انت عرفت منين هم بيخبوا الفلوس وين؟ وانت بعد بتسال زينه من وين عرفت؟ صح يا فندم، حضرتك عرافه وبتعرفي كل حاجه. بس صحيح بقى حبيبي، انك عرافه، تعرفيني اذا كان دكتور امجد دكتور فاحنا ولا لا؟ دكتور امجد اللي هو بتاع لا انا شاكك فيه، انا الصبح بقول له ضغطي واطي، قال لي اقعد حته عاليه. لا انقلع. يعني ايه انقلع؟ يعني ورجيني عرض كتافك. اتفضل انقلع انقلع. امشي يعني؟ تمشيني يعني؟ ماشي، مش هيبوب واقف قدامك ودنانير، ما هي ليله باينه من اولها. الله عليك يا سيدي، الله عليك يا سيدي. ايوه، قاعد تغني انت هبت توفيق ورايق ولا همك حاجه؟ طبعا يا معلم. وانا مش مهم بقى يا عم، انا خايف اتجوز زينه تسحرني بقيت عمري. يبقى فريده ضحكت عليك يا حلو. فريده دخلتني على النت وشفت الغجر بيسحره ازاي. انا قلت لك يا فارس، زينه دي قطعيه غير كل الغجر يا اخي. ايوه، قول انت كده عشان تاخد العموله بس، كل اللي يهمك العموله، وانا مش مهم، ان شاء الله تسحرني سحليه. نار ازرق سحليه؟ لا انت شكلك يا فارس انت سحليه انا متخيله بصراحه. يا سلام يا راجل، حرام عليك، واحد متعلم زيك كده يقول الكلام الفاضي والغريب ده؟ عم انا بصدق الحاجات دي. فارس ليه؟ فارس ايه؟ الحق اقرا بسرعه. في ايه؟ زهدي مأمور الضرايب جاي ورايا وحي ولاحماسك واحجز عليه. يلا يلا اجري. هاخد دي. هتاخد ايه ده وقته؟ خليك عادي خليك عادي خليك عادي. ازيك يا عامل ايه؟ الحمد لله. غلاب غلاب، فين فارس؟ فارس فين؟ بص، حوار سفر صاحبك ده مش لادد عليا، صاحبك ده هجيبه من رجله. هتجيب مين من رجله يا مستر زهدي بس؟ يعني لازم يتصور لك من تنزانيا عشان تصدق ان هو مسافر؟ صدقنا بقى يا راجل، بقى عيب. ماليش دعوه، ما انت قربته في مجال اسيا. لعلمك بقى، تنزانيا دي في افريقيا، عارف وانت رايح الصومال كده تاخد اليوتيرن وترجع تلاقي تنزانيا في وشك. مثقف. ماليش فيه حلاوه المانيا طعامه اوكرانيا، الواد ده لازم يرجع، ماذا والا والله هحجز على الفندق، ولعلمك انت هتتسجن وتتحاسب، انت شكلك مخبيه، مخبيه فين يا غلاب؟ مخبيه فين؟ خلصت حجاب ادهم؟ عمال اشتغل فيه. واللي اسمها فريدة ما حتنشيها حجاب هي كمان؟ مش محتاجة يا عمي، أدهم لو اتجوزها حيكفيني شرها وحتبعد عن فارس من نفسها. طب افرضي افرضي أدهم ما اتجوزها، مش يمكن تجري ورا فارس؟ ووقتها بقى أطلب من أدهم يجيب لي أترها وأعملها سحر تعنس طول عمرها. شوفوا مين في الاول. مين؟ افتح يا زينه، انا فارس. اوعي تدخليه، لا يعرف سرنا ويبعد عننا.
في حاجة يا فروستي؟ فروستي؟ افتحي يا زينة قبل ما يحجز عليا. اسأليه مين اللي هيحجز عليه؟ خليني أشوف. جاية. ايش يا رعد قلبي؟ ايه يا زينة؟ كل ده بتفتح الباب؟ بجهز نفسي. ليزي دخليني بسرعة. ايش يعني أدخلك بسرعة؟ كيف يعني تدخل علي ونحن لسه ما تجوزنا؟ أدخل عليكي؟ أنت بتتلككي يا زينة في إيه؟ عايزة تجيبي لي مصيبة؟ أنا مزوغ بس من زهدي بتاع الضرايب، عايز يحجز عليا. فارس، يعني لو لك أعداء بالفندق راح يقولوا له إنك أنت منحاش عند خطيبتك. منحاش؟ محشور يعني؟ لا، يعني مستخبي. مستخبي آه. طب والعمل؟ عمل؟ تعرفي تعملي له عمل؟ أنا اللي أعرف. أنا زينة والأجر على الله. يعني ينفع؟ طبعاً، أنت بس جيب لي حاجة من أترو. أترو؟ أترو، يعني حوايجه. أترو يعني؟ أجيب لك شراب؟ لا لا لا، جيب شعرتين ثلاثة من راسه. ثلاث شعرات من راسه؟ هو ما عندوش غير ثلاث شعرات في راسه. شكلك كده يا سعيد حفيت في القفا جامد. ما تقلقش. لا انا حاسس بهوا ساقع جامد بصراحه. ايه ده؟ ايه المنظر ده؟ ما تتكنف في اوضه يا اخي بدل ما انت عريان كده. مستر زهدي؟ ايه مستر فارس ولا لسه؟ لا ما لقيتوش، ما انتوا مكنفينه في حته، بس انا هوصل له. يا راجل اقعد وهدي اعصابك، اقعد. انا مش ههدى غير لما امسكه بايدي. الله. طب والله العظيم عازمك على الحلاقه، اقعد بقى. نعم يا اخويا، عازمنا على الحلاقه، بتحاسبه بايه ده؟ بيضه ورغيف. يا سيدي حالك اي رغيف مأمر ولا اي حاجه بدل البهدله اللي انت فيها دي. راجل اقعد. حلوه كده السوالف يا متر، ولا نشيلها زي ما شلنا القفا؟ لا شيلوا القفا. شايف كده يعني؟ ايوه طبعا، عشان تليق على وشك. اه شيل القفا خلاص. حاضر. دي قصه بوب كاريه، مش عايزك تقلق خالص. بوب كاريه دي غير البوب كورن. يا لو مش عاجباك بقى قصه البوب كورن فليكس دي، سعيد يعمل لك قصه كلاسيك، والنبي طول له شباب شويه، يغطي بقه خالص. قصه كلاسيك ايه؟ انت فاكره حلاق؟ مش ده الواد البيلمان؟ اه البيلمان، بس يعني خليناه حلاق زياده دخل، الظروف صعبه. عشان تعرف ان فندق مفلس ومعهوش حتى يدفع الضرايب. عموما لو مش عايز تحلق حلقه ببلاش اديك وفرت. شوف بالعند فيك انت، هحلق وغصب عنك، ومديركو ده انا هوصل له، يعني هوصل له. اديني راسك. مش لما تاكل دماغ علاب الاول؟ ما هو كان القفا هياكل ايه تاني؟ هحلق لكم انتوا الاثنين مع بعض. يا ريت يا ريت يا سعيد. نسيو زهدي العصير. هو بيعمل كده ليه؟ لا لا ده عنده العصب السابع، يبقى تعالج بقى عدوي. العصير. انت بتاكل شفايفك ليه؟ انت جعان؟ عصير. ده عصير ايه ده؟ ده مانجو. شوف مع اني ما بحبهاش بس هشربها برضه. بس العصير ده مخصوم من ضرايب. طبعا استخسار، اعوذ بالله. يلا سعيد كمل. طب بص على ايه خيلتني؟ واحدة حلوة قوي، ما مش عارف راحت فين. يا سلام، ما عندناش ولا واحدة في الاوتيل غير زينة. انا بقى محضر لك حتة مفاجأة. دا 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 دا. ايه ده؟ شعر؟ شعر مسيو زهدي بتاع الضرايب، الواد سعيد كان بيقصه له وانا سرقته وجبته. أكون حد شافك ولا حد قطرك؟ عيب عليك يا معلم فارس، عيب عليك يا معلم. يلا اللي انت بتعمله ده؟ إيه؟ شايفني فاتح قهوة؟ انا بظبطك يعني. لا ما تظبطنيش، يلا توكل على الله. الوزو مشي. جبتلك قطره شعر. عارفة بس أنا قلتلك شعر اتنين، يعني شو جرعته للراجل؟ ست مش مهم، اعملوا له خمس أعمال مرة واحدة. بس مش هوصيكي بقى. ها عيب عليك، هعمل حاجة تليق مصلحة الضرايب كلها. ربنا يجعل كلامنا خفيف عليهم. آمين. أنا بيزين. مالك مثل الحرامية، إيش فيه؟ مش عايز حد يعرف إن أنا بكلمك، ركزي معايا بقى. إيش هذا؟ عشان محدش ياخد باله. والله ركزي معايا يا زينة. بص يا زينة، أنا جبت لك معايا قطر من قطر فريدة، اتفضلي. إيش هذا؟ ده منديل رميته في الباسكت خدته من وراها، خدي. ياه،
منديله مستعمل وكلينكس. يعني اعمل لك ايه؟ ما عندناش مناديل قماش، ثم لازم يكون مستعمل عشان يبقى فيه اطارها، يعني اعمل ايه؟ اجيب لك منديل بكيسه؟ لا تعال خد طربوشي. ما تدخلنيش في تفاصيل جلابيه لو سمحتي، انت عايز اطارها جبت لك حاجه من اطارها. وليش ما جبت لي طرحتها؟ نستنى بقى لغايه لما هي تتجوز واجيب لك طرحه طرحها والعروسه تضيع مني. بص يا زينه، يا اما المنديل ده يا اما كان فيه ده الرود رانر على المكتب بتاعها، تختاري ايه؟ لا هذا اترك، اخذ هذا خلاص اتصرف. انا عايز بقى تركزي معايا، مش هوصيك يا زينه. لا وصيني والنبي اوصيك. بص يا زينه، انا عايز حجاب يخليها تيجي تتحايل عليا انها تتجوزني. لا مش كده بس، تيجي تبوس رجليك. لا اكتر، اسخني معايا. هتنزل على رجل واحده. لا اكتر، دي مطلعه عيني وعيني اللي جابوني اكتر. بصي انا عايزها تيجي تطلب ايدي من ماما وانا ارفضها، وتيجي تاني تقول لها يا طنط يا طنط عشان خاطري جوزيني دومي، اقول لها لا يا ماما اصل لبسي مش جايباني، وفي الاخر اقول لها اه تمام تعرفي تعملي كده صح صح. ها اعطيني عنوان ماما. وانا بطلب اوردر، ايه اللي اعطيني عنوان ماما؟ انا عايزك تركزي معايا، عايزك تعملي حجاب اوكي خلاص. واللي مالوش كبير مالوش صغير. بالظبط، على الله حكايتنا. طيب توكلنا على الله. كل ما تشوفيه تقولي انقلق. لا لسه يا باشا ما جيتوش، ما تقلقش يا باشا هلاقيه حتى لو مستخبي تحت تقطيع الارض. لا ما حلقوليش يا سعادة الباشا، ما حدش يقدر يحلقلي، هما بس يعني عفوني من الكاش كاش. سعادتك. لا ما تقلقش هلاقيه. مع السلامة سعادتك. يلا سلام سلامة. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم. استور 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 استور. امسك يا عمي، انت اعمل عمل زهدي وانا اعمل عمل فريدة بنفسي. ايش ناوية تسوي لزهدي عمل بجد؟ لا بضحك. ايش يقطع الخلف ولا يصير سباك؟ يفقد الذاكرة عشان ما يطالب فارس بالضرائب المتأخرة. خايفة قوي على فارس؟ خايفة على فلوسي اللي هي حقي. حقنا احنا التنين. مو مشكلة، بس انت خلص بسرعة لأنه مطلوب دولوفري. يا مسهل. الواحد ما هيعرف يشتغل بتركيز. مين؟ أنا سعيد. ما تدخليه. خليني أشوف شو بده هالمنحوس. أفندم. الريحة دي. وأنت إيش دخلك؟ إيش دخلني إيه؟ أنا اللي بلمم الوحيد في الأوتيل دوت، ولازم أعرف كل حاجة بتدور هنا. عادي، ببخر أوضتي اللي أجرها لي خطيبي فروستي. هو انت اتخطبت لمستر فارس؟ وحياتك من اول نظره. طب وفريده؟ ده انت عشمتيها انها تتجوزه. ما كنت اعرف انه هو كان يريدني من اول نظره. فريده بتقول انك بتحاولي تسفريها عشان تضحكي عليه وتتجوزيه. لو فروستي بينضحك عليه كان اتجوز فريده من زمان. طب انا اروح اقول لفريده ايه دلوقتي؟ دي بعتنا تجسس عليكي. قل لها تبعد عني وعن جوزي. جوزك؟ ده كان خطيبك من دقيقة واحدة، إيه الحيرة دي؟ اسمع، روح خبر فريدة، قل لها تروح تبلط البحر. تبلط البحر؟ هي وصلت لكده؟ والله أنا أروح أقول لها. أقول لها، وأعلى ماخلها تركب. قفشتك. انت بتطلع لي منين؟ بطلع لك من اي حته. انت فاكر حسد اللي انت سافرت وصاحبك يقول لي سافر تنزانيا؟ استاذ زهدي انا ما بحبش الكذب ابدا، انا لسه نازل من الطياره حالا، حتى بص تراب الطياره اهو. تراب طياره ايه؟ انت مسافر بجمل؟ بص انا عندي تعليمات واضحه، يا الدفع يا الحجز. يا استاذ زهدي يعني انت يعني يرضيك؟ يرضيني. طب يخلصك يعني؟ يخلصني. طب ينفع يعني؟ ينفعني. يعني انت هتحجز؟ ايوه هحجز يا سيدي، يا اما تدفع. تاخرت ليه يا زينه؟ مين زينه ديت؟ زينة عم زينة. زينة 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 زينة. مين الزينة المليحة ديت؟ اوعى دي خطيبتي. في ايه؟ انت اي انتهي معدية في الفندق تقول لي خطيبتي؟ ترى مرة بسألك على التلاجة قلت لي مالكش دعوة بيها، دي خطيبتي. يا عم انا مش فاهم انت ليه مركز، مش عايزك تركز، ما تركزش يعني. زينة تعالى الموضوع. موضوع ايه؟ ايه ده؟ حول ولا قوة الا بالله. استاذ زهدي عملت ايه؟ انت قلت لي حاجه.
انت قلت لي عايز حاجه سريعه. كده الله يرحمك يا استاذ زهد. الله يرحمك. ما انت بتوجعني يا فارس، ما انت بتوجعني. اسعاف يا رب يا رب. انا اسف يا رب، انا اسف والله، ما هعمل كده تاني، معلش عدي يا رب. انا اسف يا رب، نبقى اسف يا رب. حاجه اسف. ايه اللي حصل لزهدي بتاع الضرايب؟ لا انا ما بحبش اتكلم في حاجات اكبر من سني. ادهم خلاص خلاص، اصل فارس طلب من زينة ان هي تعمل له حجاب، والحجاب جابوا لمسه اكتاف. حجاب ولا عمل؟ تقريبا الاثنين كومبو. انت خايف كده ليه؟ انت متورط معاهم في المشوار ده؟ لا 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 خالص، اتورط انا ليه اتورط؟ بس انا ما كنتش اعرف ان هي سرها باتع كده. انا وراها لحد ما مشيها من الاوتيل. بنت مش هتعرفي. انت شفتيش عملت ايه في سعيد وزهدي وحماده مدير المطعم؟ قلت له دي بتسحر. قلت له والله العظيم وما سمع كلامي برضه. حلو، يبقى اسمعي كلام انا بقى، بدل ما تسحرك وتقلبك بومه. انت كده زي العمر. بص ايه اهو اهو. ايه انت مخبي عليا؟ ايه لا مش مخبي عليك حاجه. تعالى لي هنا. ايه عيني في عينك كده. يا لهوي، انت رحت لها؟ رحت لها. طلبت منها تعمل لي حجاب؟ حصل. ليه؟ عشان بتحبيني زي ما انا بحب، يعني بتنسي فارس خالص. طب وهي عملت الحجاب ده؟ يعني يا فريدة انت الوحيده اللي مش هتعمل لك الحجاب، اكيد عملته. انت عايز تسحرني علشان اتجوزك؟ ما انا معرفش اتجوزك بالذوق، فقلت اتجوزك بالسحر. والله انت لو اخر راجل في الدنيا ما هتجوزك. طب انت رايحه فين بس؟ اتصل بالظابط حسن يجي يقبض عليها. بس ان انا حبيت كده.